أحياء لزيارة النصف من شعبان المبارك تشهد كربلاء توافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه. الوافدون من خارج البلاد أشادوا بالتسهيلات التي وفرتها الحكومة العراقية للزوار في المطارات والمنافذ الحدودية لتسهيل وصولهم إلى كربلاء. أجواء زيارة الحمد لله نوفق للسنة الثانية على التوالي زيارة الحسين في النصف من شعبان، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. الأمور سهالات ولله الحمد، سهالات الوصول إلى الحسين سلام الله عليه. والله تمام، وكلها يعني بالعكس، يعني أنتون أخواننا وقمتوا بالواجب علينا، والله ما قصرتوا والحمد لله، وإحنا مرتاحين إن شاء الله في كربلاء عند الحسين بن علي. الوافدون إلى المدينة المقدسة أعربوا عن شكرهم لأصحاب المواكب الحسينية الذين فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لاستقبال الزوار وتقديم مختلف الخدمات لهم لتسهيل أدائهم مراسيم الزيارة الشعبانية بيسر وسهولة. والله خدمات ممتازة، يعني من أحسن ما يكون، الحمد لله خدمات ممتازة والاعتناء بالزوار والحمد لله والاعتناء بكل شيء يعني. وأنا من عمري 5 سنوات ما انقطعت عن العراق، والله يديم العراق ويبقي العراق، هذه أولا شيء. الأخلاق عالية، من هو يسوي اليوم في مجتمعنا الإسلامي كرم من البصرة لبغداد، من البصرة إلى كربلاء، من البصرة إلى النجف، من يسوي؟ أهل العراق نفسهم. مع تزايد أعداد الزوار الوافدين إلى المدينة المقدسة من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة النصف من شعبان عند ضريحي الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهم السلام، استنفار كبير تشهده المدينة المقدسة لتقديم أفضل الخدمات لزائريها. من جوار حرم الإمام الحسين عليه السلام، حسين محمد، قناة العراقية الإخبارية.